عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي 18 برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي. المكتب افتتح أعماله بالإشادة بالقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على مشروع قرار بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في عدد من اللجان الوطنية، والذي يأتي من منطلق إيمان مملكة البحرين والتزامها الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسعيها الدائم لتطوير المنظومة الحقوقية في البلاد. وأخذ المكتب علما بما تم من خطة العمل التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز دورها في مجال حماية حقوق الإنسان المختلفة وضمان تمتع جميع الأفراد على أرض المملكة بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.